بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة المائدة. الدرس التاسع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. بعد أن فرغنا في الحلقات السابقة من تفسير الآية، وهي قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، إلى قوله تعالى فإن الله غفور رحيم، والآن نريد أن نأخذ من هذه الآية ما يظهر لنا من أحكام وفوائد. فنقول وبالله التوفيق، يؤخذ من هذه الآية اشتراط الزكاة لحل أكل الحيوان الذي تحله الزكاة من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، وكذلك الصيد والطيور مما أباح الله سبحانه وتعالى ما عدا ميتة البحر. فيشترط لذلك الزكاة الشرعية، لقوله إلا ما ذكيتم. والزكاة في اللغة هي التمام، تمام الشيء، والمراد بها هنا إتمام إزهاق الحيوان بفري أو داجه وإخراج الدم، إنهار الدم منه بشروط الزكاة المعروفة، وهي أن يكون الذابح من أهل الزكاة مسلما كان أو كتابيا، والآلة الحادة التي تفري الأوداج يخرج بها الدم، والنية، نية الذابح بأن يكون الذابح من أهل الزكاة، وأن ينوي بذلك إحلال الحيوان، وأن يذكر اسم الله عليه، وأن يقطع ما يجب قطعه من المري والحلقوم وأحد الودجين. فهذه هي الزكاة الشرعية التي يحل بها المذكى. فإن مات بغير زكاة شرعية واختل شرط من هذه الشروط في الزكاة، فإن المذبوح يكون ميتة لا يحل أكله. ويؤخذ من هذه الآيات تحريم جميع أجزاء الميتة، لأن الله سبحانه وتعالى قال حرمت عليكم الميتة، فيشمل هذا كل ميتة إلا ما استثني من جلدها إذا دبغ، وكذلك ما استثني من ميتة السمك والجراد. ويؤخذ من هذه الآيات تحريم الدم، والمراد به الدم المسفوح، كما في الآية الأخرى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. والدم المسفوح هو الذي ينفجر من الأوداج ويشخب من الأوداج عند الزكاة، فهذا نجس وحرام. والحكمة في تحريمه أنه مضر وأنه خبيث، فهو يضر بمن أكله،
كانوا في الجاهلية يأكلون الدم، وكانوا يقطعون من الحيوان قطعة وهو حي ويأكلونه، فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك لما فيه من الخبث والتغذية الخبيثة وإفساد الجسم، ولما فيه من الأضرار الصحية والطبية، كما أنه حرم الميتة لانحباس الدم الخبيث فيها، ولأنها لا تموت إلا بسبب مرض، والمرض يؤثر على الآكل ففيها أضرار، لذلك حرم الله الميتة. لكن المضطر كما يأتي يأكل منها وتبيح له الضرورة ذلك، وينفي الله جل وعلا ما فيها من الضرر لأجل الضرورة في أكلها. يؤخذ منها تحريم الخنزير. قبل أن نكمل الدم، فالدم حرام، ولكن يباح من الدم ما دعت الضرورة إليه لإسعاف المريض، بأن يسحب الدم من الصحيح ويحقن في المريض لأجل إبقاء حياته عليه، فهذه ضرورة تبيح الدم في هذه الحالة. قوله ولحم الخنزير، وهو الحيوان المعروف القذر الذي يتغذى بالنجاسات ويتغذى بالأوساخ، كل طعامه من ذلك، ولا يأكل من الطيبات، وإنما دائما يتبع النجاسات، فهو رجس ونجس ولا يجوز أكله، وهو من الخبائث لما فيه من الأضرار. والله نص على تحريمه في هذه الآية ردا على بعض النصارى الذين يستحلون لحم الخنزير ويأكلونه، وليس عندهم في ذلك مستند شرعي، وإنما هذا من جملة قبائحهم وضلالهم. يؤخذ من هذه الآيات تحريم ما ذبح لغير الله، مما ذبح للأصنام أو ذبح للجن والشياطين لدفع شرهم، أو نوي بذبحه التقرب إلى غير الله ولو ذكر اسم الله عليه، ما دامت النية فيه أنها لغير الله وأنه ذبح تقربا إلى غير الله، فذكر اسم الله عليه لا يحله. وكذلك ما ذبح لله ولكن ذكر عليه اسم الله كاسم المسيح أو اسم الزهرة أو اللات والعزى، فهذا أيضا لا يؤكل لأنه ميتة. والحكمة في تحريم ما ذبح لغير الله، كذلك ما ذبح للقبور والأضرحة، فإن هذا مما أهل به لغير الله، والحكمة في تحريم ذلك أن الشرك بالله عز وجل ينجس الذبيحة نجاسة معنوية، فإذا كان الذابح مشركا أو كان الذبح لغير الله فإن هذا يؤثر في لحمها، وبالتالي يؤثر في صحة آكلها وفي عقيدته وفي قلبه والعياذ بالله. يؤخذ من هذه الآيات تحريم ما مات بالإصابة قبل أن يذكى ذكاة شرعية، والإصابة كما ذكر الله المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، فهذه أصابها سبب الموت، فهذه إن أدركت وفيها حياة
ترفس برجلها أو تمصع بذنبها أو تحرك أذنها، فهذه علامة الحياة، فإذا ذكيت حلت. ومن العلماء من يشترط في هذه الحياة الباقية أن تكون حياة مستقرة، بحيث لو تركت لرجي أن يزول ما بها وأن تعود إلى الحياة، فهذه إذا ذكيت تحل من غير خلاف. أما إذا أدرك فيها حياة غير مستقرة وهي على سبيل الموت فهذه فيها خلاف، والراجح أنها تحل لعموم قوله تعالى إلا ما ذكيتم. ويؤخذ من قوله إلا ما ذكيتم اختصاص أن يكون المذكي من أهل الذكاة وهو المسلم أو الكتابي، فإن ذكاته تحل. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.